جاء برسم السنة القادمة 2020-2021. خلال هذه السنة روح التضامن التي أبدوها وتجندهم من أجل مواجهة كافة الصعوبات، فمن جهة فقد أبانوا على الكثير من الحزم والإصرار. هي ذات منفعة عامة وجمعية منخرطة في القانون 1405. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علي رضوان رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا. أولا اليوم كان عندنا جمع عام عادي بمواصفات هاد الظروف اللي تنعيشوها هي الكوفيد 19، كان في ظروف جيدة، وكان المسألة هي اللي مهمة واللي أثارت يعني أثارت المشكل اللي الجمعية التجميعية هي التواصل. حنا النداء وجهنا عبر وسائل الى السيدة الوزيرة انه تفتح الحوار، لانه بغينا نوصلوا لها المشاكل اللي تتعاني منها الجمعية وتعاني من هاد الفقراء. وتنقول لها الله يخليك السيدة الوزيرة، تنعرف فيك انك امراه يعني منفتحة للمجتمع، لما استقبلينا باش على الاقل تاخذي واحد النظرة مهمة أو توصل لها رئيس الحكومة باش يشوفوا هذه المسائل ديال الأجور ديال الناس. وشكرا. الموقع من طرف التعاون الوطني عاملة الجمعية على توفير من الدعائم الأساسية للجمعية، إذ به ومن خلاله اكتسبت مكانة محترمة ومعترف بها داخل النسق الاجتماعي المغربي عبر شراكاتها مع مجموعة من المؤسسات، نذكر منها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والأسرة بالرباط. مع مختلف العمالات في الدار البيضاء، فإن الجمعية توصلت بنسبة 50% خلال شهر نوفمبر 2019، و40% لم تتوصل بها إلا في أوائل شهر يونيو 2020. ما عندوش باش يشري الدواء، ولا ما بغاش، ولا قالت لي انا ما عرفتش البيجي ديال راجلي اشنا هو، علاش ما بغاش يشري الدواء؟ واقسم لك يمينا ماشي حيت في وجهه، عيطت لهذيك الساعه السيد وقال لي سير الفارماسيان وجيب الدواء، وما قلبش على الحيتيات وما قلب على حتى حاجه، والمراه مشات هازه الدواء ديال ولدها. نطير على ولادي الا كذبت في هذه القضيه. انا كنقول لسي رضوان الله يخطيك علينا، والله المكسب يمشي مكسب ويجي مكسب. بلي بارون اللي بغاو يدخلوه في المكتب راه غيدخلوه، اللي ما كانش في قد المستوى راه غادي نخرجوه، اما الرئيس راه هو الجمعيه. هو الجمعيه وهو كل شيء، قسما بالله العلي العظيم الا هاد الهضره قلتها لكم كاختكم، وانتم راكم خوتي، راه حنا حاسين ببعضياتنا. والله يدير اللي فيها الخير، الله يصايب. كنتمناو من هاد السلطات ومن هاد الوزيره اللي حنا كنسمعوا عليها انها انسانه، والله يعمرها دار والطيبوبه فيها، تلتجئ وتشوف فينا، تشوف وليداتنا، ما تشوفش فينا حنايا. راه لا شافتنا لابسين جلابه زوينه ولا زيف زوين، راه حنا ربي اللي عان بينا، تشوف قلوبنا، راه الله اللي مطالع بينا، راه كل واحد عان بيغى الله. راه اي منصب يكون عندك وكيكون عندك المريض، راه ما كتحل عليك حتى شي حاجه. كي قال سي رضوان راه دابا تمشي لدارك غتلقاي كارثه، والله العظيم تغتلقاي كارثه، واخا تلقاي مهرس لك غير الماعن، واخا تلقى يدير لك غير شي حاجه. ونطلبوا الله يهدي هاد الناس ويشوفوا فينا، هادشي اللي كنتمناو من عند الله. وسمحوا لي الا طولت. السلام عليكم، صبري زهوه، كاتبه عامه ديال الجمعيات اباء واصدقاء اطفال معاقين ذهنيا. وقبل ما نكون كاتبه عامه، انا ام ديال الطفل المعاق ذهنيا. كنتمنى من السلطات وكنتمنى من الحكومة أنها تشوف وليداتنا، الله يخلي لهم وليداتهم، والله يفرحهم بوليداتهم، يشوفوا لنا في وليداتنا، حيت وليداتنا ضايعين وضايعين بزاف، ولولا هذه الجمعية كانوا غيكونوا ضايعين مكتر. أنا كنهضر باسمي وباسم لي بارون اللي كاينين في هذه الجمعية، الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا لنا في وليداتنا، حنا ما باغيين لا ماديات لا والو، شوفوا لنا في الأطور، تهلاو في الأطور، لحقاش إلا تهليتوا في الأطور، راه أطور غيتهلاو في ولادنا، ديجا هما مهلين في ولادنا. أم حنين مع وليداتنا، حنا ما كنقدروش نخليو ولادنا الوالدين اللي ولدونا، وكنعطيوهم الأطور وحنا مطمئنين، وكيمشيو كيجيو في أمان الله. يعني ما كنلقاو ولادنا مقموشين، ما كنلقاو مضروبين، ما كنلقاو كنلقاو واكلين شاربين، يعني قدروا ولادنا يخسروا حاجاتهم حتى في حوايجهم، ويغسلوا ليهم ويعوموهم ويجيبوا لك داك الشيء نقي، وهذه حتى كتعرفي انت من دي من
شي حاجه ان ولدك راه داير شي حاجه وهذا، وعمر هاد الاطور ما تشكاو. وما انا باقا كنعاودها وكنقولها، الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا في الاطور راه ما يمكنش واحد خدام وما يتخلصش، وماشي اي خدمه، يعني خدمه اللي هي خاصك تكون مؤثر عليها، متكون منها، خاصك بزاف الحوايج. الله يرحم لكم الوالدين، الرؤساء اللي مكلفين بوليداتنا، احنا اللي كنعطيوكم صوتنا كل عام. الله يرحم لكم الوالدين، الخير اللي ديروا فينا، شوفوا لنا غير في هاد الوليدات، راهم تاهما مساكنه ملائكه، راه لا حول ولا قوه لهم، راه ما تاهما ما كرهوش فيه، احنا ما باغيين حتى شي حاجه، ما كنطلبوا حتى حاجه، شوفوا لنا غير في هاد الجمعيه باش هاد الجمعيه تبقى مسانده وليداتنا وحاله بيبانا. والله يرحم لكم الوالدين وسمحوا لنا، والله يجازيكم بخير. يا ربي امين. الله يخليك. امين. قلتك فاطمه، قول الله يعطيك صحيحتك، الله يطول عمرك. صحيحتك يا عمرك. وفين ما مشيتي احنا معاك. ليلي خطيك. اسمك اسمي. سيام ياسين. ياسين. قول الله يطول عمركم، والله يخليك ليهم السير دوان. الله يكبر بيك. كاملين. الله يحفظك.